قبل نهاية الانتقالات الصيفية، الأهلي يعرض أجايي وجيرالدو للبيع، غير صحيح إطلاقا خالص، مفيش الكلام ده خالص بقى، وبحسب مفيش الكلام ده خالص، الأهلي لا عرض أجايي ولا جيرالدو للبيع. وبالمناسبة الحاجات دي بيتم الإعلان عنها، يعني أصل أنت لو بتعرض لعيب للبيع هتقول أنا هعرض اللعيب ده للبيع عشان يجي لك عروض يعني. لكن الموضوع ده مش حقيقي خالص، على الأقل حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم مع حضراتكم فيها يعني. ركز معايا، الاثنين لاعبين مميزين جدا. بالمناسبة أجايي البعض ممكن يكون بينتقد مستوى الفترة دي، لكن افتكر أجايي، افتكر مستوياته الرائعة اللي قدها مع النادي الأهلي على مدار ثلاث سنوات سابقة. الإصابة خلي بالك، أجايي قعد إصابة كتيرة يعني، فترة خمس ست شهور تقريبا يعني، وإصابة صعبة مش سهلة. ولما رجع من الإصابة كان مؤثر في صفوف الفريق وساهم بشكل كبير في الفوز ببطولة الدوري. وارد إن يحصل دروب في مستوى لعيب معين، ده طبيعي، هي دي الكورة يعني من الآخر. لكن في نفس الوقت لعيب عنده شخصية والقيمة كبيرة جدا جونيور أجايي، وبيلعب في أكتر من مركز يعني. جيرالدو لعيب مواصفات عالية ومهارات عالية وسرعات مهمة قوي يعني. فالكلام ده غير حقيقي، اللي في المثل ده يا جماعة غير حقيقي. الاتفاق مع موليكا الكونغولي لارتداء الفانيلا الحمراء مقابل 5 مليون دولار غير حقيقي حتى هذه اللحظة، لكن ممكن يكون موليكا اتعرض على النادي الأهلي، وارد وارد يعني. يوسف خلاص قاد التدريبات وعودة مروان محسن للهجوم، ده أمر معروف. طيب